الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نقاط جمعتها بفضل الله سبحانه وتعالى في مسائل المصالح والمفاسد، ودرسنا قبل كده ورقة هنا وفي لقاء برضو آخر في الأمام، فأنا ما دار أقرأ الورقة كلها، لكن نقاط محددة وأضفت على نقاط أخرى من شرح النووي على مسلم وفتاوى الشيخ ابن عثيمين وفتاوى الشيخ ربيع وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من علماء وأئمة الدعوة، لأن جماعة ظهر الداعي للقاء ده عدة أشياء، أهمها ظهر أنه في شباب ينتسبوا أو يسموا أنفسهم بالسلفيين، والله أعلم بحاله، لا يقدرون المصالح والمفاسد أبدا، وبيعتبروا تقدير المصالح والمفاسد لك لك، لأنه قريت أنا رسلوا لي أشياء من الفيسبوك والواتساب كثيرة لناس عندهم دقون مركبة أصلية، المهم عندهم دقون، بيعتبروا أنه تقدير المصالح والمفاسد دي لك لك، وزاد بعضهم في رواية قال دي لك لك أنصار السنة ذات، وغالب ظني أنه ده أنصار سنة ذاته، لأنه لقيت واحد في مجموعة اسمها شنو كده الدعوة شنو كده بيود مدني، ودي ما يسأل أخواننا في مدني، لكن ده محشور جواه، رغمه حفظته في رصيدي، لكن بديكم آخره 13707 الأول خليه، مسمي نفسه ولد منو كده السلفي، بيرسل لهم محاضرات لحاتم عز الدين وعبد الرحمن حامد، نصحته أنا ما خاش بأي مجموعة، والكنت خاش بها مركت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. المهم أي واحد أداني موبايله سجلت لي، وأنا قال له ما فاهم، قلت له ياخذ الحزبيين واتقي الله، قال لي بننشر لهم هذا. فزي ده بيتحشر وسط إخواننا السلفيين، كان هنا كان هناك كان غيره، ويحاول يبوظ الدعوة السلفية يا جماعة. والخوازيق ذل من زمان زي ما ذكر الشيخ أبو بكر موجودين من بدري. أديك مثال بسيط من الواقع، جماعة أنصار السنة المحمدية بدت في البلد دي دعوة للتوحيد ومحاربة للشرك، صحيح؟ في البداية أنا بتكلم في الأول، مش هسع هسع بوظوا الدعوة، لكن زمان ونشروا التوحيد فعلا في كثير من أنحاء هذه البلاد، بالمناسبة حلقات ومناظرات مع الصوفية، ويدقوهم هنا ويسجنوهم هنا، اشتغلوا شغل في النهاية شغل، وإن صاحبوا في الوقت ذاك بعض الأخطاء لكن كان خير من هسه، دعوتهم دي مبتدعة كلها. لكن أنا بتكلم عن قبيل زمان، قاموا لاحظوا الأخوان المسلمين أو الجبهجية تحديدا إنه المجتمع بكره شنو في أنصار السنة، العوام يعني، ليه الناس اللي ما قدروا يخشوا يبقوا أنصار السنة الحاجة شنو؟ عملوا العوام استبيان، سألوا العوام، العوام كلهم بيقولوا أنصار السنة مالهم مالهم متشددين، صح ولا ما صح؟ قام حشروا فيهم ناس صنعهم الترابي اللي هم ناس الصافية، ده الجبهجية، انت قال ده شنو؟ والله الذي لا إله غيره، حشرهم في أنصار السنة وقالوا لهم اشتغلوا في موضوع شنو؟ موضوع التشدد ده اللي بكرهه العوام اللي هو المجتمع بكرهه، زيدوا موضوع التشدد ده وبقوا حقيقي. في مسجد المسرة في صافية ناس مختار ومين وسجم رماد جابوا التلفزيون، التلفزيون الواحد ده ركبوا لك بسطونة وطوب في نص الجامع، موكيت كله بيقى مشتت قزاز،
قال ارجم الشيطان. الليلة بتصوروا ولا ما بتصوروا؟ عندهم لايفات ولا ما عندهم؟ ده كسروا قبيل. لكن كان مرحلة يا جماعة. أنصار السنة قالوا يقصروا البنطلون الجلابية، العوام قالوا والله ده تشدد، وقالوا جلابيتك زي باب الحمام، وقالوا قام الصفوجية رفعوا لحد الركبة عشان يزيدوا شنو يا جماعة؟ يزيدوا الموضوع ده. شفت كيف؟ قالوا صلاتكم طويلة وصلاتكم ما عارف كيف. لو لقيت صفوجي لليلة بيصلي في السجود بنبرش كده زي الورل، تلقى ثلاثة مير ماشي قدام، لقاكم ولا ما لقاكم؟ ده كله يا جماعة زيادة للشبهة بتاعت العوام، عرفت كلامي؟ عشان يكرهوا الناس في دعوة التوحيد اللي كان قائم الوقت ذاك بما فيها وبما لها وعليها. لابد تنتبهوا. وده ما جديد يا اخواننا، ده ما جديد. فعلوا مع الصحابة. الصحابة كانوا عباد وكانوا زهاد ويقيموا الليل ويقروا القرآن. شفت كيف؟ وسيد بن حضير يقرأ القرآن كما في البخاري، فتنزل الملائكة من السماء لتستمع قراءته في الأرض. شوفوا الناس ذاته بيقرأ القرآن بيته طريقة وبيته إخلاص. حتى النبي قال لي اقرأ يا ابن حضير فتلك السكينة نزلت لقراءتك للقرآن. قاموا دخلوا الناس شهدوا الشهادتين بالظاهر، وزادوا من العبادة والتزهد لحد ما بقى ضد العبادة بقيادة ذو الخويصرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه الصحابة قال لهم ديل يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. صحابة صلاين قبل ذكرنا عباد وقوام ليل، لكن قال لهم ديل غلوا في المسألة دي زادوها. شغل الحصد الليلة يا جماعة. ويحقر أحدكم صيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، لكن بعد ذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخره. الآن الدعوة السلفية انتشرت وما في راجل ولا مرأة من شيوعيين ولا بعثيين ولا العلمانيين عموما ولا الصوفية ولا الجبهجية ولا التكفيرين ولا السرورية ناس عبد الحي ولا غيرهم قدر يجابها الدعوة السلفية دي وجه لوجه. هيكبروا لكن النجام جايكم. قام دخلوا فيكم أبطال بتاع فيسبوك وشنو ما عارف واتساب وغيره. انتوا الآن مشهورين، ما يميز الدعوة السلفية الرد على شنو؟ أهل البدع وعدم السكوت عن الباطل وقول الحق وعدم تأخير البيان عن وقت شنو؟ الحاجة. قام دخلوا لكم بنفس الباب ده. مين كده؟ عمر سالم سجم رمال. شفت كيف؟ ويرفع لأخواننا وسود الدعوة السلفية. أخواننا يشتركوا معاه ولا بيعملوا شنو بالفيسبوك؟ المهم بيخشوا معاه يبقوا بصفحته كتار، أنتوا بعد ده فسروها بالفيسبوك. يخشوا معاه يبقوا كتار جوا كتار بل آلاف. أول ما بيجوا آلاف معاه سلفيين لأنه غشاهم بمقاطع شيوخ السلفيين ودعاة السلفيين، طوالي بيجي يرفع ساحة الفداء وبيجي يشكر في الكيزان وبيجي يشكر في عمر البشير. يا ناس دي مراحل، أنا داير تفهم الواقع ده. بعد ذاك بس في قواعد بسيطة أذكرها الموضوع انتهى. طارق السويدان اشتغل نفسه شغل المراحل ده لو بتتذكروا ايام الاشرطه، ما كان في يوتيوب ولا غيره، انت صغار خلاص الا ناس بساط. كان كاسيت، شريط كاسيت بيعمل البوم كبير قصص الانبياء، قصه ادم عليه السلام الشريط الاول، الوجه الاول والوجه الثاني، ابراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، بعد ذا قصص الصحابه عمر وبكر رضي الله عنهم، بعد ذا قصص امهات المؤمنين. والناس بيحبوا القصص، يفتحوا الشريط الواحد لما يريل. طارق السويدان قام طلع في الجريده عندي في البيت قال أنا قسمت حياتي لمراحل، المرحلة الأولى وهي المرحلة القصصية وهدفي منها تجميع الناس حولي، أما المرحلة الثانية هي بث أفكاري. فجأة قال أنا ما عندي مشكلة تعترض على الدين، تعترض على الإسلام، تعترض حتى على الله ورسوله، ما عندي مشكلة، بس شنو؟ دي مرحلة شنو؟
بس ليبتين نحن نتمرحل مع الناس. يجي واحد يمرحلنا نحن نتمرحل معاه. تلب يقع بينا جوا الحفرة الأولى نحن وراه. تلب جوا الحفرة الأولى. خشومنا لما نتملطين. نطلع تاني القوس فوق. تلب نقع في الحفرة الثانية الطين ليه نخريننا. يا جماعة ليبتين. الواحد يكون فاهم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابن عساكر وصححه الألباني في السلسلة قال إن التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطان. الحديث إذا فهمناه كلنا يا أخواننا ما بيظل بظل. اتأنى اتأنى في أي شيء. صفحة فلان الأسري السلفي شنو ما بعرفه. السلفية يجوز الانتساب لها وتسمي بها لكن ليس مجرد التسمية أو الصفة معناته تدل على إنه صاحب شنو سلفي. انتبهوا لهذه المسائل جيدا. شيخ يظهر ينبس بالأخوان المسلمين مثال صباح ومساء أو سلفي وما علم أن من صميم منهج الإخوان المسلمين إذا اقتضت المصلحة مصلحة الجماعة ما مصلحة الإسلام أن ينبز ويتكلم في الإخوان المسلمين يتكلم الإخواني في الإخوان المسلمين. ومن رضواني منكم ببعيد وغيره وحيصار لكم لسه. لكن لو عملنا بالقاعدة التي وضعها السلف كمحمد بن سيرين وغيره إن هذا العلم أو الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. أسألكم بالله فيكم تجار صح وطلاب وموظفين والآخرين. التاجر ده عنده رأس مال مليارات مثلا أو بسيط أخونا بدر الدين مثلا تاجر مثلا أو غيره أو غيره أو غيره. دكانك ده بتمسكه لزول أنت ما عارفه ما عارف سيرته أمين ما أمين حرامي أو كويس كعب غشاش بياكل بياكلك ما بياكلك. بتمسكه يا جماعة بتمسكه ما بتمسكه. فكيف دينك ده تمسك لكل من هب ودب. شيخ ظهر صفحة ظهرت في فيسبوك اسمه شنو مجموعة في واتساب غيره. اتق الله. ومن أعظم أضرار الأشياء دي هي فيها نفع لكن يا ريت لو استغلينا نفعها. من أعظم الأضرار من أضرار برضو لأنه زي ما فيها نفع فيها أضرار ضيع الوقت. وضياع الوقت هو ضياع العمر. بس باختصار كده ضياع الوقت هو ضياع شنو يا جماعة العمر. فالبضيع وقته معناته ضيع شنو عمره. الامتحانات في الجامعة إذا سقطت في ملحق إذا سقطت في بدائل إذا سقطت خلاص فوت أو تربت ما مش كده تربت. لكن العمر ده ما عنده بديل تاني يا جماعة ولا عنده ملحق تاني. عشان كده أي دقيقة عندك المفروض تستغلها إما عالم تتعلم يعني إما متعلم وإما عالم تعلم الناس وإما تفعل الخير. وربنا يقول وافعلوا الخير. ما تضيع زمنك في غلات ومجموعات ها ها ها. وذاك يرسل صورة لسان طالع برا شفت كيف؟ واحد يرسل صورة اثنين ولا ما حاصل؟ أجيبوا لكم؟ مين مجموعاتكم؟ في ناس بيوثقوا بيرسلوا لي. فما تضيع زمنك يا ناس. نحن ما بنحرم النت هو بنقول برضو الدعوة لكن بنحرم الاستخدام السيء له ولغيره وضياع الأوقات. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. لو قال الدنيا ملعونة بتشمل الدنيا وشنو وملحقاتها. لكن عشان يكرر لك ويأكد لك إنه الموضوع ده ما نافع. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. في ناس بيسلموا من الصلاة شفتهم بعيني السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طلع الموبايل والله جري 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 هم شغال. لا بقول استغفر الله ثلاثة ولا بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام ولا بقوم يعمل نصيحة. جامع ده يتكلم فيه حميد بابكر وقال لهم دعاء الموتى بجوز والشيوخ بيخلقوا وبيحيوا بيميتوا. انت شغال تلعب وفي واحدين بيلعبوا همبوكات هنا بيضيعوا زمنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وأسوأ من ذيل الزول اللي بينشر للمجاهيل. شيخ ظهر يقول لك شرح صحيح البخاري، جماعة ينشروا له وتلقاه ذاته يسمع عليه ويكتف الفوائد، يخص سماع لسماع، والشيخ ده قاعد بعيد هناك وما لقيته أنت عندك نفس صحيح كتاب التوحيد. الشرح الزول ده شرح العثيمين، شرحوا بن باز الألباني، الفوزان، شيخ ربيع، شيخ محمد بن هادي، غير من العلماء. تسمع ده ولا تسمع ده؟ أسألك ما لا تعلمون. ابن القيم قال ربنا رتب المحرمات في الآية دي من الأدنى إلى الأكبر، فجاء الشرك اللي هو أكبر الكبائر قبل الآخير، وجاء بعد الشرك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدل على أن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك بالله الأكبر. والجماعة بيفتوا هسه لو دايرين وفي هنا بيتكبر الشاشة أنا بشغله ليه؟ بيفتوا عديل. والله دي أخطر مفسدة. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما علموا ذلك أغلظوا في الإنكار على القائلين على الله بغير علم. نقل الخطيب البغدادي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل دعونا من الحديث وهاتوا القرآن، فقال ابن عمر إنك لأحمق. وروى البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا أو في قصة جابر أن رجلا أفتى عنده بغير علم فقال له إنك لأحمق. وابن عباس رضي الله عنهما أيضا لما أفتاهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج، وقال بعض الناس سمعنا أبا بكر يقول، وقال بعضهم سمعنا عمر يقول، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وفي رواية إنكم على شفا هلك. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. البفتي في الدين بغير علم الصحابة كان بيقول له أحمق، وورد إنه كان بيقول له جاهل في وشه كده بغلظة. أما اللي بيقول في الجامع لأنه ما عنده علم ولا مدعي العلم، النبي يقول دعوه لا تزرموا عليه بوله، خلوه يكمل البول لأنه المفسدة أعظم، خلوه يكملوا. وجوه الجامع وجامع الرسول والصحابة قاعدين والنبي قاعد يقول دعوه. أما اللي بيتكلم في الدين بغير علم الصحابة بيقول له جاهل وأحمق وإنك على شفا هلك. عرفتوا الفرق يا جماعة؟ هذا موضوع خطير يا ناس. ما تتكلم في الدين وفي الإسلام بغير علم أبدا، وما تستحي وتخجل من الناس إنك تقول الله أعلم. قال جابر رضي الله عنهما فإن من العلم، من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، لا أعلم، وفي رواية لا أدري. ده من العلم. وشيخنا عبد الرحمن محي الدين يقول لا أدري ما أبردها على قلبي، لا أدري ما أبردها على قلبي. لأنه الناس الواحد اللي بيفتي على يتكلم على الله بغير علم بيخاف إنه الناس يظنوا إنه جاهل، أو يقول لك لو قلت الله أعلم والله الصوفية بيقوموا علي. من العلم ده، وانت كده شغال مع ربنا صح، ربنا بينصرك على الصوفي وعلى الشيعي وعلى الملحد وغيره إذا أنت خفت من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الإمام مالك كما روي يجي رجل 6 شهور راكب ناقة وأهله مدينه 3-4 مسائل فقط، والسفر زمان ماذا يسع، ممكن ألاقيك أسد، ممكن تلاقيك أصلة، نمر ممكن يتلف فيك، ممكن يلاقوك قطع طرق 6 شهور شلة 3-4 مسائل لحد ما وصل المدينة وقابل الإمام مالك
قال يجيب الأولى، قال لا أدري. الإمام مالك قال لا أدري. الثاني كلها قال لا أدري. الرجل قال أنا جيتك من هناك وست شهور وتقول لي لا أدري؟ قال أترى ذلك الجبل يا رجل؟ قال نعم. قال اصعد في أعلى، اركب فوق وقل إن مالكا قال لا أدري. أنت عشان عندك فيسبوك ولا واتساب ما قدرت تقول لا أدري وأنت ما شيخ ولا عالم. وقد يكون بعضهم ذاته ما عنده علاقة بالعلم ذاته، يعني العلم ذاته ما بارى دربه بس بيعمل رصيد قريبة ويعمل فيسبوك يعمل نت تشك 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 تشك. والله ما حصل قرى جزء عما يمكن كامل. يا ناس نتقي الله سبحانه وتعالى ونخشى من الله. ربنا بيسألك من أي كلمة تقولها في الدين والله ما قالها، من أي تحليل الله ما حلله، أو تحريم الله ما حرمه. ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والسؤال بعدين ما في في النص، قال ما منكم أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما في، الله بيكلمك ويسألك وما ترتكضي. فيا تل أبرد يا جماعة إنك تقول والله ما أعرف لا أدري الله أعلم، دي أبرد ولا تقول لا لا مفترض. أبرد يا تل أبرد يا جماعة، وده الدين وده الإسلام وده دليل على علمك ذاته. إن عندك شيء من العلم بقيت تخاف الله، لأن ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ودي أخطر مفسدة واقعين فيها كثير من الناس الليلة يا جماعة، دي القول على الله بغير علم بسبب التوسع في وسائل التواصل لي والجهل بدين الإسلام والبعد من الخوف من الله ومن خشية الله سبحانه وتعالى. والله اللي بيخاف الله ما بيتكلم على الله بغير علم، ممكن يعصي معصية ثانية ويتوب، لكن الكلام على الله بغير علم ما بيسويه. لأن من الغيم ده قال لك جاء بعد الشرك بالله الأكبر، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دي بعد الشرك بالله. طيب عندي نقاط سريعة في موضوع المصالح والمفاسد، لأنه لاحظنا أنه كثير من الإخوة ما برعوا ذاته، بل في بعض الناس بيرى أنه مراعاة المصالح والمفاسد دي لك لك ذاته. طيب أول حاجة المصلحة، يعني شنو المفسدة؟ المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع، معناته ما براعي المصلحة معناته شنو؟ معناته بضيع الدين بضيع الشرع يا جماعة باختصار شديد. يبقى كيف يقول يقولوا انه والله المصالح والمفاسد دي ده كلام صار السنة، ودي دقة صار السنة. صار السنة لو راعوا المصالح والمفاسد لما ضلوا اصلا، لما ضلوا اصلا. طيب اما المفسدة هي كل ما يفوت الاصول الخمسة، الدين والنفس والعقل والنسل وشنو يا جماعة والمال. مثال للموضوع ده للنقطة دي، قال لك يا اخ تجد انا سالحله، قال لك يا شيخ فلان تجد امسك لنا الجامع، الامام بتاعنا ده مسافر مغترب خلاص، بس عندنا شرط واحد، ما تجيب لنا اسم طائفه ولا اسم شخص، لكن يتكلم في الدين زي ما داير. الجاهل لا لا لا، انا لو ما خليتوني اذكر المرعي في المنبر جامعكم ده ما داير اشبعوا به خلاص، هم ذاتهم ما باقين على كثير، بقول لك خلاص يا زلمه شكرا، بيمشي بيجيبوا تلميذ البرعي من اقرب زريبه، بيركب المنبر واولادك ومرتك بيجوا بيحضروا معاه، اذا انت بتصلي تقدر تركب تمشي بعيد تصلي مع سلفيين، اهلك بيصلوا معاه، لو اهلك منعتهم الميكروفون بيجوا جوا البيت لانه انت جار الجامع واولى بالجامع، لكن انت ما فاهم الحاصل، ما فاهم الحاصل. وبعدين منو قال لك الناس ما ممكن تتدرج بيهم؟ تكلم في العقيدة، الشرك، القبب، الأضرحة، الحجبات، التمائم، الاستغاثة بالموتى، دعاء غير الله، ما تخلي ركن ولا جانب من العقيدة إلا تدق فيه. مندلت الواطة تمام، اتمندلوا، بعد والله لو جبت البرع من أضانه؟ ما بدول بيسألك. لأنه جماعة اللي اتمندلوا، فممكن تتدرج بهم بالشكل ده، وحدوا، خلاص هيعرفوا المشركين منو؟ أيوه دي الصوفية تقاسم خلاص، وقعت لهم. بعدين انت بعدين في فرص بتجي بالمناسبه ربنا بيجيبها لك، يقوم واحد جبهجي قاعد يقوم يمشي يجيب لك واحد شنو؟ شوفك سيطرت على الجامع والحله كلها بقت تحبك ووحدوا الله،
اقرب جبهه دي طالب يسوق ايه طبعا يمشي يجيب لك صوفي واليوم ذاك ما يجي الجبهه دي ما يجي يدي 500 جنيه يقول له بس فور لي الجامع ده والوهابي ده نرفزوا لي عشان يتشاكل معاك ومع الناس وترضوا الصوفي يقبض ال 500 ويجي او يعزموا فته ولا زلابيه ويجي يجي ينبذ الوهابيه وابن تيميه بالاسم انت ما تزعل لانه دي الفرصه اللي انت تذكر فيها البرع والمكاشف ما هو ده ذكر ابن تيميه وذكر محمد بن عبد الوهاب تقول لهم يا جماعه احنا والله طبعا ما كنا بنذكر اسماء لكن زولكم ده ذكر الاسماء تدافع عن ابن تيميه تدافع عن عبد الوهاب تدافع عن الصحابه من قبلهم تقول له لكن شوف ناسك بعد ده تمرق الكتب انت عارف اليوم ده ما بدول بيسالك ليه؟ لانه بيقى شنو يا جماعه؟ بيقى في مقابل ومين اليوم ده؟ ليبيا فتحت عرفتها؟ فانت ما تستعجل ما تستعجل تقول لهم لا لا بد من لا يجوز تاخير البيان انت ما عارف البيان انت البيان ذاته ما عارفه والله اذا ده فهم زول مننا البيان مو فهمه اصلا ده مثال بسيط عشان كده قبيل الرسول قال شنو؟ ان التاني شنو؟ من الله من الله يعني اللي بتأنى ده ماشي في الدرب الصحيح بتاع ربنا بتاع الله ودائما المستعجل ده اي فتنه توز خاشي فيها اي حاجه بوز يجوت ده اعرف انه ده من الشيطان ده شغال مع الشيطان فانتبهوا للمسائل ده يا جماعه طيب كيف تتعارض المصالح والمفاسد كيف نعرف ذاته هنا مصلحه متعارضه مع مفسده ونقدم المصلحه بتين كيف يعني شيخ الاسلام ابن تيميه لخص الكلام ده في كلام بسيط وانا لخصت كلامه ذاته في سطرين بس لانه ذكر امثله وكده ودرسناه عشان كده ما قدر اكرره قال شيخ الاسلام في انواع وصور التعارض قال فالتعارض اما بين حسنتين يعني اقصد بها شنو؟ مصلحتين يعني اما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما في حاجتين ما تقدر تجمع بيناتهم وجاب امثلتين قال فتقوم هنا الحل شنو؟ لما يكون في مصلحتين ما تقدر تعملهم الاثنين يبقى الاصل انك تعملهم شنو؟ تعملهم الاثنين لكن لو ما ممكن تعملهم الاثنين المصلحتين دي لابد تعمل واحده اها قال فتقوم احسنهما بتفويت المرجوح يعني تعمل المصلحه العليا وتفوت المصلحه شنو؟ المرجوح يعني الادنى يعني ده صوره من صور التعارض صوره اولى هي ثلاثه صور بس واما بين سيئتين يعني مفسدتين لا يمكن الخلو منهما لانه الاصل انك تترك كل المفاسد لكن احيانا بتجي مفسدتين ما تقدر الاثنين تتركهم لابد ترتكب واحده طيب الحل شنو؟ قال فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما هنا الحل شنو؟ أول حاجة شوف الاثنين ما ممكن تخليهم ما ممكن لابد تعمل واحدة تعمل ياتا تعمل الأقل طيب الصورة الثالثة والأخيرة وإما بين حسنة وسيئة مصلحة وشنو؟ مفسدة متعارضات لا يمكن التفريق بينهما ما حتقدر تعمل المصلحة وتخلي شنو؟ المفسدة، الاثنين متداخلات ومستلزمات لبعض، قال شيخ الإسلام: بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة. يعني لو تعمل المصلحة لازم تعمل معاها شنو؟ السيئة. وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، لو تترك السيئة برضه حتترك شنو؟ المصلحة برضه حتتركها. أهل حل شنو؟ قال فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة وده مثال الفعل النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال النووي وحقري لكم كلامه الآن في مسألة الكعبة دي لحد الليلة ما مبنية على الكاملة كده بالأربع جنبات على القواعد البنام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجاء في حديث جابر في صحيح مسلم وكذا في صحيح البخاري إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة بكسرة
وأعدتها على قواعد إبراهيم. شوف النووي قال شنو، قال النووي: وفي هذا الحديث، الحديث ذكرناه ده دليل، وحديث عائشة دليل لقواعد من الأحكام، مش دليل على أحكام، دليل لقواعد، قواعد، قواعد دي لأحكام. يعني ده موضوع كبير جدا الحديث ده، بس اللي بنحفظه كلنا. منها: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، الحتة دي كلام شيخ الإسلام القبيل في المثال في النقطة الثالثة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم. كيف يعني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة، هدم هذه وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة. ينقض الكعبة ويبنيها تاني على قواعد إبراهيم دي تعتبر شنو؟ مصلحة. النبي بيّن أنه دي مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم. كونه كسر كعبة ويبنيها تاني على قواعد إبراهيم دي المصلحة، لكن المصلحة دي بتعارضها مفسدة شنو يا جماعة؟ أعظم، أعظم. طيب، أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا. ما لهم من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المشركين من تعظيمهم للكعبة لما جسل كسر أو صدع جزء منها دار يعيدوا يبنوها تاني يرمموها، صحيح قالوا ما تجمع إلا المال شنو؟ الحلال. وده السبب الخلاه شنو؟ الخلاه تنقص من الجهة الآن بتاعت الحجر العاملينه، الحدوة العاملينها كده دي، عشان كده بقول لك ما تطوف من جوا عشان ما تكون طايف من داخل الكعبة، ده طواف باطل. لا بد تطوف من بر الشيء اللي عاملين فيه ثلاثة أنوار، ده ما تدخل من جواه وبينه وبين الكعبة، لأنه ده جزء من الكعبة وده المحل ذاته حق إبراهيم. والمحل ده ليه نقص؟ إبراهيم ما نقص، إبراهيم بنى كامل. نقصوه كفار قريش لأنه المال الحلال في قروش بسيط ما كفى حتى الكعبة، فقاموا نقصوه من الجهة دي. الصح إنه ترجع ولا ما ترجع؟ ترجع. ودي مصلحة ولا ما مصلحة؟ مصلحة. لكن تركها لأنه في فتنة أعظم من المصلحة دي. الآن واحد يقول لك لا، هذا لابد نحذر منه الآن، لأنه دي ده دين، ولن نترك الدين خلونا من كلامه لك لك صار سنة. أنت الملك لك لأنك جاهل، جاهل. الكعبة النبي خلاها ودي قاعدة لحد الآن كده، لحد الآن قاعدة كده. ده يدل يا جماعة أنت أحيانا ممكن تترك شيء فيه مصلحة واضحة لمفسدة أعظم منه، والدليل رسول الله. أتاني بيزول عنده كلام؟ ده لك لك؟ ده لك لك؟ والحديث ده الأئمة والعلماء والحفاظ والسلف صحيح صحيح طلع منه أحكام. النووي قال لك ده 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 قال لك فيه شنو؟ دليل لقواعد، ما واحدة قواعد شنو؟ قواعد أحكام كمان، مش قواعد مسائل. ده موضوع طويل الحديث ده. فأحيانا العالم أو الداعية من الحكمة إنه يسكت عن باطل عديد، لا بد تفهم الكلام ده، بل أحيانا من الحكمة يسكت عن تبليغ واجب. في الصحيحين قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الراوي قال: ما أخبر بها معاذ إلا عند موته تأثما، يعني خوفا من إثم كتمان العلم بس. ففي لحظة الموت طلع الحديث ومات. والحديث فيه شنو؟ الحديث ده فيه شنو؟ في فضائل الأعمال؟ أسألكم بالله فيه شنو؟ ده حديث حق الله على العباد. ولا تبشرهم مع الصحابة عارفين إنه حق الله على العباد التوحيد ودعوا له وأي شيء، لكن لكي لا يتكل الناس على شنو يا جماعة؟ على إنه خلاص أنا توحدت وما أشركت حدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. عشان كده قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يبقى من العلم تفهم تدرس الكلام ده انه احيانا تسكت، تسكت احيانا، وسكوتك احيانا تؤجر عليه. عشان ما يقول لنا دي لك لك انصار السنه،
تؤجر علي خوفا على الإسلام وخوفا على مصالح الدين العظام تسكت تأخر أحيانا تأخر. وحصل ولا ما حصل؟ حصل كثير في السنة. وأحيانا تكتم ذاته. أبو هريرة قال حفظت من رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته نشرته، وأما الآخر، الآخر حفظه من منو؟ من رسول الله يا جماعة، لكن عمل له شنو؟ فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. ما بساو أها دي لكلكة؟ رأيكم شنو أنتم بالكلام؟ هل دي لكلكة؟ ولا لازم نسلم مرغمين أنا وإنتو مرغمين إنه أحيانا الإنسان يسكت عن بعض الحق. وده لعابه اسمه نفالح ذاك علنا الشيخ ربيع وكذا، وده برضه من الناس اللي حشروهم ودسوهم عشان يزيد يعني يغلو في الدعوة السلفية لحد ما قال ما نسكت عن الحق ونرد في أي لحظة ونرد على كل باطل. فطلع بدع الشيخ الألباني الشيخ ربيع. الشيخ ربيع قال في المجلد الرابع من مجموع فتاوى الشيخ العلامة ربيع حفظه الله الصفحة تقريبا 67، قال مما أخذ على فالح إنكار المصالح والمفاسد. راجعوا المجلد 4 تلقوه، كان بينكر المصالح والمفاسد. طب يقول دي لكلكة. قال والآن بعدما ضل ميع الشريعة كلها، ميع بفقه المصالح والمفاسد لكن فقه فاسد. عشان كده ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. شفت الشاب اللي بيقعد يلف ويدور في الدين ويصف فقه المصالح والمفاسد بأنه لكلكة وما يراعي المفاسد أبدا، والله ده إذا ما تاب وانصلح بتلقاه برا، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. شفناهم بيع النبي، بيع النبي شفناهم كان بي يعني بيشدد وبيغلو في الدين، في النهاية تركوا الدين مرة واحدة. واحدين بقوا ملاحد عديل، واحدين تركوا الدعوة السلفية لسه مسلمين لكن بقوا أصحاب أهواء وأغاني وزنا وبنات وخمرة وغيره، لأنه ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلازم وفق المصالح والمفاسد لا يكون بالعواطف، كما أنه لا يكون جراء العواصف، يعني ما يكون حماس وزول مشدد يقول لك مصالح ومفاسد، ولا يكون زول بعاطفته يقول لك اسمع بس بحس كده بس، جاءوا إحساسي أنه دي مفسدة مفسد، جاءوا إحساسي أنه دي مصلحة مصلحة، لا لا لا، بالعلم. طيب كذلك من الأصول المهمة جدا الحسنة، قال شيخ الإسلام الحسنة يعني المصلحة تترك في موضعين، في موضعين أنت بتخلي المصلحة ما بتسويها، مش مصلحة أنت ما بتسويها. الموضع الأول إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، مثل صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله، قالوا لا، المشركين قالوا لا، اكتب باسمك اللهم الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف رحمانا ولا رحيما، اكتب باسمك اللهم. ده لو كان واحد هسه يقول لك لا لا دي لك لك يا دول، صح ولا ما صح؟ النبي قال لعلي بن أبي طالب امسحها. علي بن أبي طالب يعني استحى انه يمسحها، النبي صلى الله عليه وسلم بل ريقه بصباعه قال له ارينيه، قال له هنا، بل كده ومسحها الرحمن الرحيم الكتابة مسحها. أها رأيكم شنو في الفعل له؟ مسحها. قال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لتابعناك، اكتب من محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم مسح، رسول الله مسح، كتب محمد بن عبد الله. دي مصالح ولا ما مصالح؟ الرحمن الرحيم يكتب، رسول الله يكتب، مصالح ولا ما مصالح؟ تركت. ليه؟ لأنه مصلحة صلح الحديبية أعظم من مجرد الكتابة هذه. وصلح الحديبية ده بعدين ربنا سماه فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والصحيح إنه ده ما مكة، ما فتح مكة، ده صلح الحديبية. ليه ربنا سماه فتح مبين كمان؟ فتح مبين ليه؟
لأنه دخلوا القبائل في دين الله أفواجا بسبب هذا الصلح. أها في النهاية فوتوا مصلحة، لكن ترتبت المصلحة الكبرى وهي إسلام الناس وإيمانهم ودخولهم في دين الله أفواجا. فما تستعجل، ما تستعجل، ما تستعجل. طيب ده الموضع الأول اللي بتترك فيه شنو يا جماعة؟ الحسنة يعني المصلحة. الموضع الثاني أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. إذا عملنا المصلحة دي في سيئة بتجب اللزوم مستلزمها، لكن السيئة اللي بتجد كمان مضرتها أعظم من مصلحة شنو؟ الحسنة ذاتها. قال شيخ الإسلام مثل ترك بناء الكعبة، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ذكرنا قبل شوية. طيب كذلك من القواعد المهمة جدا وأنا ما أقدر أطول عليكم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وده نص في موضع النزاع، نص في موضع النزاع والجوط الحاصل، بالله عليك الله أسمعه، والله كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية قاعد معانا وشاف الحركات الموجودة في الفيسبوك والواتساب. قال شنو؟ قال فالعالم تارة يأمر، بس اسمع الكلام ده كويس، ده قاله شيخ الإسلام زمان. قال فالعالم في مجموع الفتاوى جزء 20 صفحة 59، ونقل الشيخ سليمان في كتابه المصالح والمفاسد، قال فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى، واجب حرام تكلم، وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي والإباحة. أمر أمر الله، العالم جد قال صحيح صحيح، أحيانا بيتكلم به والأمر ده يأمر به، وأحيانا يسكت عن الأمر الذي أمر الله به ورسوله، وأحيانا ينهى الناس يقول لهم ده حرام قال الله تعالى في القرآن والحديث، وأحيانا يسكت عن النهي عن التحريم ده ذاته. العالم صحيح صحيح أحيانا بيسكت. أها شيخ الإسلام ملكلك. طيب قال فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالمحكي، يعني الشخص يعني الأمر ونهودة ما بيتقيد بالأدلة النقلوها له أو بالفتاوى الحكوها له، إما لجهله وإما لظلمه. ده لقيناهم امبارح ذاك التكفيري ده، قلت له يا أخي جقعت براو براو وحبسوا الجاب تكفيري تب، قال له الزنجي، قال الزنجي ذاته كافر، ده ذاته ما عارف حصل وين. أها قلت له قلت له، قال أنا عندي التكفير، قلت له يا أخي أنا بديك القرآن والسنة بتقبل بيهم؟ قال بقبل بيهم. قلت له يا جماعة ده ليش هدو؟ أنا عارف هو يقبل بيهم. ذكرت له القواعد، أي قاعدة بدليلة بقى ينطط. قلت له الله قال كده، ذكرنا له آيات من سورة البقرة وكده. أبا بس أبو بكر قال له قوم علينا، قوم امشي يلا، طردناه وجزاه الله خير تقبل الله. ده زي ده أقرب مثال لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ما بيتقيد بالمحكي، ما عنده كبير غرض. قال إما لجهله وإما لظلمه، زول يعلم وعارف إنه كلامك ده حق لكن زول ظالم وجاحد، ده ما تضيع معه زمنك. ودي رسالة للفزباكة والمواتسبين كلهم، ودي نقطة برضو خطيرة، الدخول في مناظرات ونقاشات، واحد ضرب لك 12 بالليل، والله زول ده جاب لي شوف الحقني سريع يا شيخ فلان، وانا الان معه على الخط، انت دخلك في الخط شو؟ انت لو ما عارف الخط ده بيركبوك دخلت ليه انت؟ ما بيجوز يا ناس انه الانسان يمشي يناقش، واحد تلقاه داير يناقش شيعه في الفيسبوك، واحد تلقاه داير يناقش قرانيين، واحد داير يناقش سروريه او حزبيين او بتاع او صوفيه، يردموا شبهات. قبل واحد قال لي، واحد من اخواننا قال لي والله عنده كتاب اظنه لفلان من الطواغيت الصوفيه الكبار، هو شبهات ثقيله، قال لي قال ده يحفظ الشبهات. قلت له سبحان الله، ما يقرا كتب السلف يحفظ الرد على الشبهات؟ يقرا كتب مشرك يحفظ الشبهات؟ ما لكم كيف تحكمون يا ناس؟ في شنو الحاصل شنو؟ الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فمن اتقى الشبهات، انت عارف اتقى يعني شنو؟ اتقى ما معناه ترك، ترك وعليها زيادة،
اتقى التقوى أن تترك الشيء واحد وتبتعد منه، وتجعل بينك وبين هذا الشيء الضار وقاية، دي التقوى، فتلك التقوى. فلما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، ما معناه تتخليها، إنما تخليها وتعمل لك حيطة بتاع الصبة ملانة سيخ وأسمنت، وتبعد بينك وبين الشبهات، وتبعد من الحيطة ذاتها مش من الشبهات. اتقى، اتقى يعني وقاية، ده تعبير نبوي عظيم. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في ناس بيشتروا موبايل وبيخشوا له بالشبهات، هذا طبق الحديث ولا خالفه؟ الرسول قال فمن اتقى ويخش ولا يقول الله قعدنا ناقش شيعة ودونا 17 شوفة ردينا على واحدة فصل 16، معقول يا ناس؟ طيب قال شيخ الإسلام ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، ده الجاهل والظالم ده، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه. ولا تأمره تقول له ده واجب، ولا تنهى وتقول له ده حرام، إذا كان ظالم وجاهل وما داير الأدلة ما تديه، ما تديه. يعني احنا بنناقش أي زول، أي زول نناقشه، وفي ناس مغمورين نحن اللي بنظهره. المادة الناس بيعرفوه بقرآن، ما بيعرفوه صوفي. أنت عارف العوام بينشروا له قرآن بس، أخواننا نشروا له التصوف، فالعوام عرفوه صوفي فحبوه أكثر لأنه صوفي حافظ القرآن. الحمد لله على كل حال. المهم طيب قال شيخ الإسلام كما قيل إن من المسائل، يا أخي شوف شوف العلم ده كيف. قال كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، ده كلامه مشط ما قطعت منه ولا حرف. قال من المسائل، في مسائل ما لا جوابها شنو؟ جواب السكوت، اللي بين قوسين ما يسمى عندنا باللكلكة. لكن ابن تيمية قال لك من المسائل شنو؟ جوابها السكوت. كما سكت الشارع، شوف ما ده ما كلام من شيخ الإسلام من راسه، شوف شوف الأدلة والعلم كيف. قال كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. الخمرة دي مضرة وكعبة، الساكت الشارع سكت عن تحريمها في أول الأمر، صحيح ولا ما صحيح؟ في أشياء واجبة الإسلام سكت عن إيجابها في أول الأمر، أشياء وجبت بعد ذاك وحرمت بعد ذاك، الإسلام سكت عن تحريمها وإيجابها في أول الأمر. طيب قال حتى على الإسلام وظهر، ناس سقيف، والحديث صحيح البخاري وجابوا الألباني بالسلسلة، وهو حديث جابر قال إن وفد ثقيف، قبيلة ثقيف، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا نبايعك على الإسلام بشرط أن لا جهاد علينا ولا زكاة، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بالشرط، فلما ولوا قال إذا أسلموا سيتصدقون ويجاهدون، فتصدقوا وجاهدوا. أها وين الناس اللي قالوا دي لكلكة؟ الزكاة، الصدقة هنا الزكاة يا جماعة، الصدقة ما الصدقة المستحبة. فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء، صدقة هنا الزكاة الواجبة. والجهاد ذروة سلام الإسلام، ليه؟ لأنه التوحيد لو ركب في قلوبهم الباقي ماله؟ التوحيد ده بيدور الجسم ده كله بيدور معاه، عشان كده تجي تلقى في البيت اختك، تلقى ابوك قد كسر الصعود بيحصل، او تلقى اختك مشغله غنى او غيره، ابدلهم بالتوحيد. تمشي تصارع في الغنى ويجيبوا لك السويدان قال والقرضاوي قال اثر شنو ضعيف وكذاب طبعا، لكن بيلخبطوا لك الشغله. اول شيء ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اذا وحدوا صحيح صحيح بيجي بيسألوك الغنى كيف؟ حلال ولا حرام؟ براهم بيسألوك المصافحة كيف؟ ليه؟ لأنه الإنسان وحد بيجي يخاف من الله، بعد أي حاجة بتلخبط دينه ومسيرته لله سبحانه وتعالى والله براهم بيسألك، لأنه وحد. وده الفريق بين الدعوة السلفية والدعوات الباطلة الأخرى
ما عندهم التوحيد أساس. والفرق بين الدعوة السلفية والحزبيين ذاتهم اللي بيقولوا بندعو للتوحيد اسما لكن حقيقة ما في، فتدعو للعقيدة وتأسست الأساس في قلوب الناس، الباقي بعد ذلك بيكون أيسر. عشان كده قال فليكن أول ما تدعو إليه. طيب قال شيخ الإسلام: فالعالم في البيان والبلاغ كذلك، زي الإسلام شكت عن أشياء في الأول نهي وأمر، العالم برضو قال في البلاغ وفي تعليم الناس قال زي ده، لأنه عالم شنو؟ عالم الإسلام، فزي ده. طيب قال فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان، ما يسمى عندنا باللكلكة بالفيسبوك. طيب قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخبر الله كما أخر الله إنزال وبيان أحكام إلى وقت تمكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيانها. نقطة أخرى مهمة في الدعوة: لا بد من التدرج بالناس، والتدرج بتاع الحزبيين إنك تترك الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وتكلمهم في مسائل لحد ما يحبوك. قل ليك بكلمهم العدسي غيره لحد ما يحبوني، دار الدقبت لحد ما يحبوني، أنا بعد ذلك بديهم العقيدة باطل. أول يوم النبي عليه الصلاة والسلام ركب جبل الصفا وقال يا صباحا، أول يوم يا أيها المدثر قم فأنذر، ركب جبل الصفا بقى رسول بعد ذلك وأمر بالبلاغ. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، توحيد، ولا إله إلا الله هي التوحيد، لأنه حديث بعث معاذ إلى اليمن في رواية قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، والرواية الثانية إلى لا إله إلا الله، فعلم بالروايتين إنه لا إله إلا الله هي شنو؟ التوحيد، والتوحيد هو شنو؟ لا إله إلا الله. فأول يوم الرسول دعاهم للتوحيد، أول دعوة لهم التوحيد، ما في إنه لحد ما يحبوني، وقعدوا حبوهم 20 سنة ما كلمهم إلا بالتوحيد. طيب فده التدرج اللي بنعنيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال. الشريعة ما نزلت كلها كده دت، ليه نزلت كده في 23 سنة؟ دي ذاتها عندها حكمة يا جماعة. ليه؟ للتدرج بالناس. ليه ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر أن يخلقها في أقل من لمح البصر؟ صحيح؟ وهو على كل شيء قدير. قال البغوي: قال السلف ليعلمنا الله تعالى التدرج في الأمور، عشان كده خلقها في 6 أيام. قال شيخ الإسلام: ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. ودي قاعدة أعمل بها، ذكر شيخ الإسلام دي في دينكم وفي دنياكم برضو. جيت تشتغل مع زول موظف جديد لسه ما شافك أنت نافع ولا ما نافع، ما تقول لي لا 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 أنا لابد تديني مرتب 80,000 وأنت يمكن ما نافع عندي. اشتغل جربك، نفعت تمام تعال قول لي زول أنا بينفع معي كده. ليه؟ لأنه جربك. وهكذا في الدين والدنيا. طيب فكذلك قال شيخ الإسلام: ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحب لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يأخذ جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. زي ذا قالوا يا أسلم، أظنه لما في زول حزبي يا دوب قال أشهد أن لا إله إلا الله وما عارف ذاته لا إله إلا الله يعني شنو. قال لي شفت الإسلام لابد نسوقك نطهرك. نادى واحد قال لي الطهير ده بيخطه كده وبيدقه كده، أيوة قام قال كفر تاني رجع. فزول يقول فهم العاص. طيب قال وكذلك قال وك قال قال فكذلك المجدد لدينه والمحب لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به برضه، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يأخذ جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. ما ممكن نقول له طبعا المصافحة حرام، هو يا دوب دخل لكن نشرح لا إله إلا الله يعني شنو؟ يعني ما تدعو الموتى، أنا أريد توحيد. لا، المصافحة تقصر جلابيتك وتعفي لحيتك وتلبس الساعة باليمين، شفت كيف؟ بيلقى 800 حاجة عشان يكتبها
القلم الكراس ما بشيل، عشان يحفظها الراس ما بشيل، بيخليه وبيتخارج. طيب قال وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين، لا يمكن نأمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك. وذكرنا دليل على هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال له شنو؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه ليوحدوا الله، ذكرناه. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. ثلاثة بس، التوحيد وشنو؟ الصلاة وشنو؟ والزكاة. الوقت ذاك بإجماع العلماء كان فرض الحج والصيام. لما انبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن بإجماع العلماء، وذكر ابن حجر ذلك في فتح الباري، الحج والصوم كانوا مفروضات، لكن ما ذكر في كل رواية الحديث، كل رواية الحديث ده بالذات النبي ما قال له الحج والصوم. العلماء قالوا ليه وتكلموا وتكلموا، شيخ الإسلام يتكلم كلام عجيب ورجحوا ابن حجر، جابوا فتح الباري وقال ده الصحيح بعد ما نقل أقوال العلماء أجابهم كلهم. قال شيخ الإسلام، شو يوريك التدرج كيف في الدين وتدرج بالناس كيف، قال إذا كان الكلام في بيان الأركان زي حديث بني الإسلام على خمس، ذكرت الخمس أركان بما فيها الحج والصيام، لم يخلو الشارع منه بشيء أو لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام ده ندعو الناس اكتفى بالأركان الثلاثة، ده الفرق الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد فرض الصوم والحج كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا. قال ليه؟ في دعوة الناس للإسلام لما قال لي أمشي اليمن وادعوهم بس ادوا ثلاثة بس من الأركان، لكن لما يبين أركان الإسلام البيان للناس ذكر الخمسة، لكن في الدعوة ذكر الثلاثة دي. وليه الثلاثة دي بالذات؟ ليه؟ طيب قال، قال شيخ الإسلام والحكمة في ذلك، بعد ذلك فصل لنا الموضوع، أن الأركان أن من الأركان الخمسة ما هو اعتقادي وهو الشهادتان، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة. وهو قال لي ادعوهم للثلاثة دي بس، الاعتقادي والبدني وشنو يا جماعة؟ والمالي. طيب اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها الثلاثة دي بس، قال لمعاذ بس الثلاثة دي. ليه؟ لتفرع الركنين الآخريين عليها. الصوم ده شنو؟ بدني. والصلاة شنو؟ بدنية. الصلاة بدنية وبتتكرر في اليوم خمس مرات، والصوم في السنة كلها في شهر واحد، والصلاة بدنية والصوم بدني. اللي بيقدر على الصلاة البدنية اللي بتتكرر في اليوم خمس مرات دي صعبة، عشان كده ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهناك قال وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، صعبة صعبة إلا على الخاشعين. فاللي بيقدر على الصعب البدني بيقدر على الأقل صعوبة البدني من نفس التوب، من نفس التوب. طيب قال فإن الصوم بدني محض، والحج والحج بدني مالي، وهناك عندنا الزكاة مالية. فاللي بيقدر على الصلاة البدنية والزكاة المالية كل سنة على المستطيع بيقدر على الحج البدني المالي مرة واحدة في العمر على الوجوب، لأنه ده أخف الحج، عشان كده قال لي الثلاثة دين. شوف التدرج ده عجيب كيف، تدرج عجيب. الآن واحد يقول لك ده استقيم، تقول تردم لي الدين كله رب، بيخليه كله رب، والله زيدة. طيب قال وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار،
والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال. فإذا أزعن الإنسان لهذه الثلاث توحيد والصلاة والزكاة كان ما سواهما أسهل عليه بالنسبة إليها، والله أعلم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، طيب، أدلة فيها مراعاة للمصالح والمفاسد بصورة عظيمة وعجيبة. الدليل الأول قصة عائشة في سحر النبي عليه الصلاة والسلام لما سحروا لبيد ابن أعصم، ويقال ابن الأعصم. القصة طويلة، نهايتها النبي عليه الصلاة والسلام رقي له، رقى له جبريل فشوفي. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل تنشرت؟ النشرة بمعناها العام هي حل السحر بسحر مثله، والراجح إنه حرام لحديث جابر، لكن قصدت بتنشرت هنا معنى خاص، وهي استخرجت شنو؟ السحر من البئر. هل تنشرت يعني هل استخرجته؟ لأنه في رواية فسرت ورجح ابن حجر. فقالت لي: هل استخرجته؟ مشيت جبت السحر ده. النبي قال شنو؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، الله شفاني، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. مع أنه جابت السحر معروف وتحل وتقرأ فيه وتحل العقد، دم يعني سريع بفك سحر، الرسول خلاه. ليه؟ قال: الله شفاني. وأبيت أجيبه ليه؟ كرهت أن أثير على الناس فيه شنو؟ شرا. معناته راعي شنو يا جماعة؟ راع المصالح والمفاسد. قال النووي، قال ابن حجر، قال النووي، هو في فتح الباري الكلام، قال ابن حجر، قال النووي: خشي صلى الله عليه وسلم من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين، كونه يطلعوه يجيبوا العقد على الشعر اللي فيها هذه فيها سحر. خشي النبي صلى الله عليه وسلم انه لو جابه بيحصل ضرر على المسلمين. كيف؟ من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك. لو الناس شافوه كيف معقود وكذا، يمكن بعض الناس زي المنافقين مثلا يتذكروا ويتعلموا كذا، يشوفوا الطريقه. وده بيديك الان مثال من الواقع، الافلام، فيلم امريكي، فيلم صيني، فيلم هندي، علمت اولادنا شنو؟ العنف والاجرام. وافلام الكرتون برضو، ببجي وما عارف شنو، علمت اولادنا الاجرام. تلقى معه ود الجيران في الحله يشيلوا ويزرعوا لك في الواطه، يقول لك جون سينا، صح ولا ما صح؟ علمهم الاجرام شنو؟ الشيش شافوه. النبي راعى الحته دي، قال: فكرهت ان اثير على الناس فيه شنو؟ شرا، فاكتفى بالرقيه التي رقيت له وشفي. راعى المفسده وترك شنو يا جماعه؟ لدرأ المفسدة بتركه لشنو؟ للمصلحة. ده مثال من السنة. طيب، قال النووي: ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. ده كلام النووي، نقل عنه ابن حجر. ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء 25 صفحة 281 عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال: من عبد الله بجهل أفسد أكثر مما يصلح. وأنا ده جبته هنا لسبب، الناس اللي بيفتوا بالجهل وبتنكروا للمصالح والمفاسد وبينكروها ودار لخبطوا الدعوة حتى لو نيتهم سليمة، لكن بسبب جهلهم المتقع ديل، عمر بن عبد العزيز قال ديل بيفسدوا أكثر مما يصلحوا، ويقنطروا الدعوة للأعداء وتضرب الدعوة بسبب كلام انت تنشره. فالناس ما تضيعوا الدعوه بالحماقات والجهل المركب. تضيع دعوه يا اخي ماتوا فيها انبياء وذبح فيها رسل عليهم الصلاه والسلام، انت جاي تضيعها. واذا كان ده الفيسبوك والاشياء دي تسوي كذا، نسال الله انه يدمر على اي انسان ده استخدمها ليدمر بها الدعوه. وما انا عارف ما كلهم سلفيين، في سلفيين بيكونوا جهله، وفي خوازيق قاعدين وسطكم جبهجية وكيزان وعواليك دارين يشوهوا سمعة الدعوة.
ده إذا قال قال منو المادة نورين قال كافر وعند السلفيين والله ما قلنا كده أبدا وده كذب فده الناس مزروعين ده يشوه سمعتكم لأنه ما لقوا الدعوة دي ما بتصادم أبدا بس يتحشروا جواكم ده يلخبطوا الدعوة جواكم كيف جوا الفيسبوك ده والمجموعات دي دعوة شنو واحد واثنين وثلاثة وأربعة نصها خوازيق نصها خوازيق طيب ذكر الأسماء مع المصالح والمفاسد كيف متين تذكر اسم داعية السوء أو الصوفي ومتين ما تذكره سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال الآتي رحمه الله قيل إذا كان المنكر علانية بلا يسمعوا الكلام ده جيدا الكلام ما طويل بس اسمعوا إذا كان المنكر علانية ده السؤال فهل ينكر علانية وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق ويدعو إلى الفسوق والمعاصي فهل يكشف أمره للناس حتى يحذروا من شره فأجاب العلامة رحمه الله بقوله نعم المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علنا الكلام عن شنو المنكر ما فعل المنكر حيلا فعل المنكر قال المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علنا ده المنكر إذا في العلن تنكر علن طيب لكن هل يجب تعيير الشخص القائم به بعد الزول العمل المنكر هل يجب نذكر اسمه نعينه يعني نذكر اسمه طيب قال الشيخ هذا ينظر فيه إلى المصلحة تاني رجعنا لموضوع المصالح وشنو والمفاسد إذا دي لكلكة يبقى دي كلهم ملكلكين عثيمين والألباني وابن تيمية كلهم ملكلكين طيب قال هذا ينظر فيه إلى المصلحة إن اقتضت المصلحة أن يعين الشخص من أجل أن يرتدع عما هو عليه من المنكر فيذكر بعينه تسميه وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من يفعل كذا وما بال أقوام فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنا لكن تعيين الفاعل ينظر فيه إلى المصلحة يبقى الكلام ده كده واضح ولا ما واضح؟ واضح تاني ما في خلاف إنه ده قال ما تذكر أسماء وده قال أذكر وديك ملكلكين ودين مشددين إذا المصلحة اقتضت إنه يذكر اسمه وما في مفسدة تربو على المصلحة يذكر وذكرنا قبيل مثال قبيل في الأول طيب أما إذا العكس فالعكس التدرج بالناس من أعظم المصالح وذكرنا قصة سقيف الهجر مع المصالح والمفاسد الهجر تهجر زول وكيف نراعي فيه المصلحة والمفسدة سئل العلامة ابن عثيمين وقيل داعية إلى الله عز وجل له مجموعة من الزملاء زول داعية وعنده زملاء شغالين معه في محل عمل وظيفة دراسة هؤلاء الزملاء عندهم بعض البدع فهل يهجرهم يهجرهم جماعة المعاودين ولا ما يهجرهم عندهم بدع فأجاب الواجب على من كان له قرناء فيهم بدعة أن ينصحهم ويبين لهم فإن أصروا على ما هم عليه من البدعة فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه هجرهم والبعد منهم يبقى إذا كان أول شيء ينصحوا بعد البدعة قسمين إذا كان بدعة مكفرة ناس كفار دي لهم شنو وجب قال لك يهجرهم ويبتعد عنهم وإن لم تكن مكفرة وإن لم تكن مكفرة فلينظر هل في هجرهم مصلحة إذا البدعة ما مكفرة بعد يشوف هجرهم ده في مصلحة ولا ما مصلحة في ناس بيهجروا انتغاما والله ممكن يكون من أهل السنة يهجر له زول منتغم لمنه لنفسه وإن كان الزول ذاك مبتدع لكن يكون بينه وبين نفسه غضبان منه لنفسه ده ما شغل لي الله يا جماعة الهجر ده عبادة عبادة تتقرب بها إلى الله طالما تتقرب بها إلى الله وهي عبادة يبقى إذا أرادها الله في مكان تعملها إذا نهى الله عنها في مكان شنو تتركها ففي أمرك في فعلك الأول وتركك الثاني
الاثنين شنو؟ عبادة وقربة إلى الله. دي أول كده معلومة تفهمها، إنه دي حاجة بتتغربها إلى الله، ما لأنه هو مبتدع لكن قام نبس أبوك فتقوم تهجره لأنه نبس أبوك وتترك البدعة الكبيرة. طيب قال ينظر هل في هجره مصلحة، إن كان في هجره مصلحة هجره. زي شنو المصلحة يذكر لنا؟ إنهم يتوبوا ويرجعوا، دي من أعظم مصالح الهجر، وعنده مصالح تانية. لأنه في واحد لو هجرته أصلا ما شغل بيه، كان هجرته ولا قعدت مع واحد، وفي واحد بيحبك شديد وبيقدرك وبيحترمك وجعلك قدوة، اليوم اللي ما تسلم عليه وتقبل منه كده بيقوم براجع حساباته مع ربنا، سوى شنو؟ الزول تغير علي، الزول أنا سوي شنو؟ يتوب ويرجع، دي مصلحة. أنت هنا تهجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم، ليه مصلحة؟ 50 يوم تابوا ورجعوا. طيب وإن لم يكن في هجرهم مصلحة فلا يهجرهم، فلا يهجرهم، وذلك لأن الهجر دواء. الهجر شنو يا جماعة؟ دواء تستعمله عشان يشفى الزول ده، ما تستعمله عشان شنو؟ عشان تنتقم منه. قال وذلك لأن الهجر دواء، إن كان يرجى نفعه فليفعل، وإن لم يرجى نفعه فلا يفعل. وتكلم ليه لا يفعل إذا ما عنده نفع الهجر؟ لأنه قال الأصل تحريم الهجر، هجر المسلم ده الأصل، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب أنا انتهيت، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أجمعين.